عايزة ألبس الحجاب، بس أنا بطن عايزة أعمل زي صحابي. انت عندك كام سنة يا حبيبي؟ عندي 14 سنة. وانت محجبة نص لبة ولا اللبة كاملة؟ مفيش مش محجبة خالص. يعني نص نص. تمام، فانت عايزة بقى تلبسي الحجاب الحلو الجميل ده وبس. انا عايزه البس الخمار كمان، الله 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 على الجمال. طيب بس انا بكون عايزه اعمل زي صحابي. بيعملوا ايه صحابك؟ احكي لي كده. يعني مثلا عايزه احط مكياج وانا ماشيه في الشارع. مثلا عايزه يعني امشي في شعري. يا لولو، طيب وايه كمان قوليلي؟ بس يعني عايزه البس زيهم، مش عايزه البس يعني عايزه البس بنطلون كده يعني. تمام، طب ايه رايك يا حبيبه يا جميله يا عسوله؟ اولا انا فرحانه جدا اتصلتي عليا. ايه رايك تسمعي الكلام اللي انا اقوله لك ده وتشوفي ان بصي، وفي سؤال كمان، قولي سؤال كمان. بكون خايفه جدا وانا داخله الامتحان، ده طبيعي. وتوتر زايد جدا جدا جدا. طب هقول لك على حاجه جميله جدا لموضوع التوتر قبل الامتحان ده، كويس انك سالتي السؤال ده. ماشي يا جميل، اسمعيني يا حبيبه يا عسوله. اولا انا سعيده جدا جدا ان العمر ده بيسمعنا، وان الحمد لله كلامنا بيفهموه بيوصل لهم. ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح لنا قلوبهم، اللهم امين، ويصلح حال بنات المسلمين كلهم، قولوا امين. بص يا حبيبي، دلوقتي امر طبيعي اللي انت فيه ده، ان انا عايزه ابقى حلوه وجميله واعمل شعري والبس البناطيل والسكيني ومش عايزين نتكلم واحط مكياج زي ما انت ما بتقولي وكل الكلام ده جميل. هي البنت ايه غير كده؟ طبيعي، وطبيعي ان البنت يقول لك بالحجاب احسن، في بنات بالحجاب احلى وفي بنات لا، ما طبيعي يعني امر طبيعي ان هي بالشكل التاني اجمل، ولا انكر هذا الامر ومحدش ينكر هذا الامر. تمام، ولكن ايه رايك اما نعمل ده ونشبع، لان ده حاجه لازم تشبع عند البنت، ويا كل ام بتسمعني عشان ابوس ايدك واحب على راسك. اعمل ايه تاني؟ اعملوا يوم البنات، يوم دلع البنات. هاتي يا حبيبتي يا حبيبه يا جميله، جيب اللي عايزه تلبسيه ده لو فيه، وهاتي البنطلون اللي عايزه تلبسيه، وهاتي الكارينه اللي عايزه تلبسيها، مش عايزين نوضح اكتر من، واعملي شعرك وحطي اكريلك وحطي ماسكات واعملي اعملي بصي خربي، وهاتي المسكره اللي هنحط مكياج القطه، هنحط مش عارفه مكياج كانوا مسمينه ما اعرفش ايه، الميتاليك، حاجه طالعه جديده، حاجه اعملي. في وسط صاحباتك اعزميهم، ما عندكيش الغرفه بتاعتي، يلا يا جماعه الشباب مشينا النهارده اصحابي او اخواتي، ويلا وشوفوا بعض وشوفوا بعض وانتوا امامير واسمعوا، والام تساعد في كده. اشبع الرغبه ديت، لان من ينشا في الحليه، هي طول عمرها في الحليه والحاجات والاكسسوارات والحاجات التحفه دي، نشبع عندها الامر ده. اما نشبعه هي مش هتبقى محتاجه، بره احنا عبيد لله، بره احنا اماء لله، الله سبحانه وتعالى امرنا بشيء فرض زيه زي الصلاه زي الصوم زي الحج، الحجاب فرض على المرء، ما حصلش فيه اختلاف عشان يحصل فيه اجتهاد للعلماء، فرض. وان انا اتصدق، وفي حاجات تحفه يا حبيبه، في حاجات تحفه، فساتين الجميله والدريسات التحفه الجميله بتوع البنات وتطقمه الالوان وبتاع، ما تبصيش لخالتك هاله العجوزه، سيبك من خالتك هاله، بصي البراندات الجميله بتوع البنات اللي لابسين دريسات حلو جدا وحاجات جميله. شفت لسه كنت في قطر وشفت مجموعه من البنات عساسين، اللهم بارك اللهم بارك، ولابسين الدريسات والحجاب. اهم حاجه ارضى الله سبحانه وتعالى، بره انا بتستر، جوه بره انا عبعال خميس وجمعه وكل حاجه، جوه انت بقى حبيبه التنتوشه الجميله العسوله. واعملي اليوم ده وجربي، انا صدقيني والله يا حبيبه لو تسمعي كلام خالتك هاله اسمعيني، جربي اليوم ده مره هتلاقي نفسك مبسوطه، وفي جزء من جواكي اتراضى بحاجه زي كده، واتشافتي حلوه وانت شفتي نفسك حلوه وحاجه تحفه جدا، خلاص توكلي على الله. ويا امهات ساعدوا البنات في حاجه زي كده، خلي خروجه بنتك، لازم لك خروجه بنتي مع بنتك مره كل شهر، ماشي؟ ما تضحكوش على البنات، امسكوا في يا بنات في كده اهو، في امهات قولوا لها الدكتوره هاله قالت في الحلقه كذا، لها خروجه كل شهر، ان شاء الله تروحوا على النص ما اعرفش تعملوا ايه، هات لها اللي هي عايزاه توك والدندشات، وخلوا اليوم ده يوم البنات، حنه بقى وسكربات والهيصه بتاعت الليمون والحاجات اللي بتتعمل دي، تمام؟ وعيشوا يا بنتي، عيشوا الانوثه، اكبر غلط فقه الانوثه من بصوا مطلوب زيه فقه الشرع وفقه العقيده وفقه السنه، زيه فقه الانوثه علم مطلوب الان، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا اياه واياكم ونعلمه لبناتنا، اللهم امين.
ماشي يا حبيبه، اما تحجبي بقى حبيبه اتصل عليا فرحيني، نوبك ثواب، اعمل لك فرح هنا في الاستوديو. تمام، الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي، اللهم امين.